مرحبا، هي الحلقة مخصصة للشعب العظيم جيل التيك توك والسوشيال ميديا. خليكم معنا لتعرفوا عن شو عم نحكي. انتحست السينما من بعد ما خلقته، لهيك أنا بدي أقترح لكم أفلام لحتى تحضروها وتحترموها للسينما عن جد. توب 5 أفلام التسعينيات. منبلش بفيلم فايت كلاب. هذا الفيلم بالنسبة إلي هو الماستر بيس بكل أفلام السينما. الفيلم بيحكي عن واحد بيعاني من الأرق، بعدين بيروح برحلة لجلسات العلاج، بعدين بيتعرف بأثناء هاي الرحلة على شخص اسمه تايلر دوردن. تايلر دوردن طبعاً ما حأحرق لكم الفيلم، روحوا احضروه بالأول وبعدين أعطوني رأيكم. Yes. In Tyler we trusted. We gotta take Fight Club up a notch. Each one of you has a homework assignment. You're gonna start a fight with a total stranger. أما الفيلم الثاني فهو فيلم 7 لنفس المخرج ديفيد فينشر، وكمان بالنسبة إلي هو الماستر بيس. الفيلم بيحكي عن محقق قديم عم ياخد آخر قضية له قبل ما يتقاعد، بيكون آخذ دور مورغان فريمان، وعن محقق جديد بيكون آخذ قضية لحتى يثبت جدارته اسمه براد بيت. المحقق الجديد والمحقق القديم بيجتمعوا. روحوا احضروا الفيلم، ما رح أحرق لكم إياه. These things you see. You have to wear blinders sometimes. الفيلم الثالث هو فيلم Life is Beautiful. طبعا هو ابدا ما انا بيوتيفل اللايف تبعهم، لانه هو بيحكي عن المحرقه اليهوديه بمعسكر اوشفيتس اللي عملته النازيه طبعا بالحرب العالميه الثانيه. لازم تحضروا الفيلم لحتى تشوفوا قديش الحرب بشعه. Turn the hard truth into a simple game. Wonderful. Two thumbs up, says Siskel and Ebert. الفيلم الرابع اسمه The Matrix. هذا الفيلم عمل ثورة بتقنيات السينما. كلنا بنتذكر لقطة البوليت شات اللي انشهر فيها هذا الفيلم. No one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. واخيرا رح نختم مع فيلم Shawshank Redemption. بالنسبة لي هذا الفيلم يعني يمكن شايفته شي 2000 مرة او اكثر. هذا الفيلم بيحكي عن واحد بينحكم بالسجن، بيروح على السجن، بيتعرف على مورغان فريمان، وبتبلش القصة. Comes down to a simple choice. Get busy living or get busy dying. That's damn right. فترة التسعينيات كانت كتير غنية بالأفلام العظيمة، أنا ما ذكرت منها إلا 5 لأنه رح يصير في عنا كتير سلسلة من الفيديوهات اللي تحكي عن أفلام التسعينيات لنعطيها حقها. لايك وشير وسبسكرايب إذا حبيتوا الفيديو، إذا حابين تشوفوا أفلام كمان. مرحبا، أنا سارة وبرنامجي اسمه حكي سينما مع سارة. أكيد عرفتوا عن شو عم بحكي، خليكم معي. صحيح برنامجنا اسمه حكي سينما مع سارة، بس أنا ما فيني ما أحكي لكم عن أعظم مسلسل بالعالم، كلكم عرفتوه أكيد، اسمه فريندز. ما في حدا من جيل التسعينيات ما تعلق بهذا المسلسل لدرجة كتير كبيرة، بس اليوم أنا بدي أحكي لكم عن أسرار وكواليس يمكن لأول مرة بتسمعوها. من المواقع الإباحية لمسلسل فريندز، الشخصية الأكثر وسامي وهضامي واللي كل البنات بتحبها ومنهم أنا، جوي، كان بجيبته في $20 لما عمل كاستنج للمسلسل، طلع واشترى فيه هيك غدا فاخر ومهيوب على كيفكم. ليش؟ لأنه كان متعود دائما ياكل من السوبر ماركت اللي هن بيكونوا وجبات مغلفة وباردة. كورتني كوكس اللي هي مونيكا وريتشل اللي هي جينيفر أنستون كانوا بالأول مكتوب الأدوار، يعني مثل ما قلت لكم إياهم بالعكس، بس بناء على طلب الممثلتين هن طلبوا إنه يستبدلوا الأدوار من ريتشل لمونيكا. يعني مونيكا كانت ريتشل وسوسو كانت مايا ومايا كانت سوسو. شاندلر وفيبي كانوا بالأساس مكتوبين كشخصيات ثانوية، لكن بناء على طلب الممثلين كمان انه اصروا انه يكونوا خط موسع اكثر. تم تغيير الشخصية بناء على طلب الممثل ماثيو بيري اللي هو كان عنده مشاكل مع العلاقات النسائية، لهيك قرروا انه يسقط على المسلسل. ابطال العمل كلهم كانوا عم يقولوا نكات ومزاح متساوية بكل مشهد، لأنه صناع العمل استخدموا باليت لحتى يتم تقسيمها بشكل متساوي. مقهى فريندز اللي اسمه سنترال بارك تم إنشاء منه عدة نسخ عالمياً، منه بالصين، منه نيويورك، منه بورسعيد، وحتى باللاذقية عنه. بعد تصوير آخر حلقة من الموسم الأول راحوا كلهم على لاس فيغاس ليحتفلوا، قام قال لهم المخرج جملة، قال لهم استمتعوا بكونكم آخر مرة غير معروفين بالعالم وعملوا اللي بدكم إياه وخذوا راحتكم. قليلي من وين جايب كل هالثقة؟ كل بطل من ابطال العمل اليوم بيقبض $22 مليون سنويا، يعني من دون ما يحرك اصبعته، بمجرد ما يفتح عيونه باليوم بيقبض $60,000.
الله يرزق الجميع. فيبي كانت بالأساس حامل، لهيك غيروا صناع العمل الحبكي لتناسبها. ريتشل اللي هي جينيفر أنستون كانت إما مطية أو كانت علاقتهم كتير سيئة وماتت وهي حاقدة عليها. تخيلوا كل سكان العالم بيحبوها لجينيفر أنستون إلا أمها. ومن المعلومات الثانية اللي ممكن العالم ما تعرفها بأنه هذا صوت الضحك للجمهور ما كان أبداً ساوند إفكت، كان عن جد في جمهور قاعدين وعم يسفقوا ويحضروا تصوير العمل كل حلقة بحلقة. أما هلأ بدي أحكي لكم عن أسباب نجاح هذا المسلسل. السبب الأول هو عدم تغيير أي ممثل من أبطال العمل على مدار 10 سنوات. أما السبب الثاني فهو تنوع القصص والشخصيات المتعددة، يعني ابتداء من فيبي المشردة وانتهاء بريتشل الكوين. والسبب الثالث هو الحديث عن العلاقات الأسرية الغريبة، يعني مثل علاقة مونيكا وروس بأهلهم. والسبب الرابع كان بناء الشخصيات بشكل كتير دقيق، لأنه مستحيل نكون ما صادفنا شخص مثل جوي أو شخص مثل ريتشل. ليش؟ لأنه كلنا بنشبه بعض عالمياً، مشاكلنا واحدة، مشاكل الشباب ومشاكل المراهقين، يعني الإفلاس، البحث عن الذات، البحث عن الأمان بالمدينة الكبيرة، التجارب، الحب، العلاقات، حتى علاقتنا ومشاكلنا مع الأهل هي واحدة، إن كنا بأمريكا ولا كنا بالصين ولا حتى بالشام. والسبب الأهم من هاد كله أنه هن كانوا أصدقاء بالواقع عن جد، يعني هالشي شفناه على الشاشة. فيا أصدقائي يكونوا أصدقاء معي على اليوتيوب وعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. شوفكم بألف خير. شكرا. روبرتو كارلوس، زين الدين زيدان، راؤول، بيكهام وحتى رونالدو كلهم أبطال فيلم واحد. خليكم معنا لتعرفوا شو هو. توب 5 أفضل أفلام كروية بالسينما. الفيلم الأول هو فيلم Birth of the Legend. هذا الفيلم بيحكي عن الظاهرة بيلي وكيف نشأ بالأحياء الشعبية بظروف جداً قاسية وكيف أخذ كأس العالم وكان عمره 17 سنة. I won a World Cup for Brazil. I promise. الفيلم الثاني هو فيلم يونايتد، دراما مأساوية بيحكي عن كارثة ميونخ الجوية، هي الفاجعة اللي ما بيقدر ينساها مشجعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لأنه هي الطائرة وقعت وهي كانت حامل الفريق الأول فمات نصف ركابها. So far we know there are 23 survivors. The finest soccer team Britain has produced. الفيلم الثالث هو ثلاثية جول. هذا الفيلم بيحكي عن قصة حياة سانتياغو مونييز، لاعب كرة القدم اللي وصل بطريقة غير شرعية هو وعيلته عن طريق المكسيك لأمريكا ومن بعدها وصل لكأس العالم. بهذا الفيلم تم التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مشان يتم الاستعانة بلاعبين حقيقيين أثناء التصوير، وتم عقد صفقة مع شركة تجارية تعد الأكبر على مر التاريخ بينه وبين شركة إنتاج أفلام واللي هي أديداس، وصلت هي الصفقة ل$50 مليون. راؤول ورونالدو، زين الدين زيدان، بيكهام وكمان روبرتو كارلوس كلهم ظهروا بالجزء الثاني كنجوم سينمائيين لأنهم كانوا زملاء لسانتياغو مونييز بنادي ريال مدريد. Big night for that young man, Santiago Muñez. For the first time since his move from Newcastle, starts a game for Real Madrid. Go to. الفيلم الرابع هو فيلم جرين ستريت. هذا الفيلم بيحكي عن الهوليغانز، هو دراما جريمة. الهوليغانز هن المشجعين كتير عنيفين وبيحولوا كل مباراة لكارثة. الفيلم الخامس The Damned United. هذا الفيلم هالمرة لا عم نحكي فيه لا عن مشجعين ولا عن لاعبين، عن مدرب أسطوري صانع المعجزات برايان كلوب. Brian Clough, full stop. Put him in the top one. Some fella in London, England named some Brian. الأفلام الكروية عددها قليل مقارنة مثلا بأفلام الملاكمة، فهل برأيك إنه السينما مؤثرة مع هي الرياضة؟ شاركونا بآرائكم بالتعليقات، لايك وشير وسبسكرايب إذا حبيتوا الحلقة، وباي.